تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بمناسبة الذكرى 5 على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سمو رعاه الله لقب قائدا للعمل الإنساني. هذا نصها. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد، أقرئكم تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد بمزيد الفخر والاعتزاز التي نستشعرها ونفتخر بها من قرارة الوجدان. أنا وإخواني أعضاء مجلس الأمة نستقبل الذكرى 5 على منح سموكم حفظكم الله ورعاكم لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة، ونحن أكثر ثقة وتطلعا إلى استمرار اطلاع سموكم بدوره الإنساني محليا وإقليميا ودوليا. إن هذا التتويج الذي تحقق بفضل من الله ومنة منه جاء بجهود مضنية وإسهامات وعطاء بلا حدود من قبل سموكم، فما كان الجزاء الأوفى من المجتمع الدولي إلا أن بادر باختيار سموكم قائدا للعمل الإنساني تقديرا وعرفانا بالدور الريادي الكبير الذي واكبتموه سموكم طوال مسيرتكم الحافلة بالعطاء المزدهرة بتطلعات طموحة تزداد كل يوم تألقا ورونقا وتتلألأ بنفحات من التوفيق في تحقيق الهدف المنشود والتغلب على أشق الصعاب في الأوقات والأزمات العصيبة بكياسة حصيفة وسياسة مرنة محفوفة بالحكمة والرؤية وثاقب النظر. وإنا لنتضرع إلى المولى جل جلاله أن يديم على سموكم موفور الصحة ويلبسكم ثوب العافية ويمدكم بالعمر المديد، وأن يحفظ لنا الكويت ويديم عليها وعلى شعبنا الوفي نعمة الأمن والأمان، وأن يبقي راية الكويت خفاقة بين الأمم في ظل حكمة سموكم ورعايتكم الكريمة. وقبلوا سموكم وافر التحية وكريم التقدير. مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة.